أحيانا لا تقبل الشهادة لوجود التهمة في الشاهد. قال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر والعدو على عدوه. هنا وجدت التهمة، ولدك له قضية مع زيد من الناس، لا يقبل القاضي شهادتك بالحق لولدك لأن الوالد متهم في ولده لقوة الصلة. كذلك العكس، شهادة الولد لوالده غير مقبولة لقوة التهمة بالمحاباة.